اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع بعض مستقبل الاسكواش في مصر في النادي الاهلي ومصر طبعا. وزي ما قلنا لحضراتكم ان اللعيبه من عندنا بتطلع بسم الله ما شاء الله بتبقى ليها يعني دور كبير مع منتخباتها. في البدايه برحب بفاروق احمد لاعب النادي الاهلي تحت 13 سنه واللي حصل على المركز الاول في بطوله امريكا لتحت 13 سنه وصاحب هذا الكاس. اهلا بيك يا فاروق. اهلا مبروك. اهلا فيك، يعني انجاز كبير واحنا فرحانين بيك قوي. شكرا. بنرحب بالنجم الثاني اللي معانا دلوقتي في الاستوديو سيف الدين رفاعي واللي طلع فاينل بطوله انجلترا تحت 15 سنه واللي حصل على المركز الثاني. وعلى فكره المركز الثاني والاول اللي بيوصل فاينل في البطولات دي بيبقى انجاز كبير. اهلا بيك يا سيف. اهلا بحضرتك. مبروك، انجاز كبير. الله يبارك حضرتك. اجي لك يا فاروق، يمكن خلينا في البدايه نتكلم ازاي رحت بطوله امريكا 13، يعني ابتديت ازاي؟ ايه اللي خلاك تروح وايه اللي خلى الفكره تيجي في دماغك؟ انا عامه اصلا لازم اروح امريكا من اول رانكين، الاول والثاني. بس اللي بيروح امريكا لا، هو ممكن اي يروح في اي بس انا نفسي الرانك بتاعي لازم يكون اول وثاني. اول وثاني. انت رانكك قبل ما تسافر كان في مصر؟ كان اول. ما شاء الله. لعبت كام بطوله قبل ما تروح امريكا؟ 5. ايه بقى اولهم لي ثاني وترتيبك؟ كان منطقه الجيزه خدت فيها اول. تمام. منطقه دلتا خدت اول. ما شاء الله. وبلاك بول خدت اول، ومنطقه اسكندريه خدت اول، ونادي الاهلي خدت اول. بسم الله ما شاء الله، يعني يمكن اول لعيب منكم بامانه خد 5 من 5 اول. بس اقول لك على حاجه يا فاروق، انا شفتك وانت داخل عليا في الاستوديو ما شاء الله جسمك جسم لعيب سكواش ما شاء الله، ربنا يحفظك. يعني تكوين جسمانك، الكتافك بايدك، شكلك لعيب سكواش، يعني ما شاء الله ده هيساعدك كتير. طيب انت ابن النادي الاهلي في السكواش يا فاروق. بدات سن قد ايه؟ انا عندي 6 سنين 7 سنين كده. كنت بتقدر تشيل مضرب لسه؟ فاكر مين اللي دربك في الاول؟ كان اول واحد كابتن اشرف السايح. كابتن اشرف حبيبي. هو كابتن ياسر مبروك. يا خبر ابيض، كان الحبايب كلهم كابتن ياسر مبروك. ومين تاني؟ وكان كنت بتمرن في 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 في, في ملاعب النادي الاهلي اللي موجوده دلوقتي. يعني انت ما شفتش حاجه غيرها، لان الاهلي كان قبل كده بيتمرن في المعادي، انت ما حضرتش المعادي. لا لا لا، انت رحت على طول على المجمع ده. طيب ليه السكواش؟ ليك اخوات اكبر منك؟ انا كان ليا ابن عمتي كان بيتمرن سكواش وشفت كده. ابن عمتك؟ لا، ابن خالتي. ابن خالتك. ده اللي خلاك تروح للسكواش؟ لقيته بيلعب سكواش كده اجرب. اكبر منك بقد ايه؟ 3 سنين بس. ولسه بيلعب؟ لا هو بطل. سبحان الله، يمكن يعني انت اخذت منه اللعبه وتفوقت فيها. طيب ال 13 سنه فاروق بيبقى لسه جهازه العصبي ما اكتملش. انا يعني عارف سكواش وبتفرج عليه، في 13 سنه بيبقى الضغوط ما بيتحملهاش. انت بتقلق قبل الماتشات او ولا الموضوع بالنسبه لك عادي؟ هو عادي عادي لو قلقت قبل الماتشات، بس اهم حاجه القلق ده ما خليش تلعب وحش في الماتشات. صح، برافو عليك. طب مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان انت ما انا بقعد مع ناس منتال كتير ومدربين بيقولوا كده. بتقعد مع مدربين منتال؟ وبرده بابايا ومامتي بيقولوا كده. ما تقلقش عادي، عادي اقلق قبل الماتش، كلنا بنقلق. انا كنت لعيب وبقلق، بس المهم القلق ده ما انعكسش عليك في الماتش. طيب اكتر لعيبه بتتفرج عليها وبتحبها ونفسك تبقى زيها مين؟ والله انا سبب زي مصطفى عسل. مصطفى عسل. على فكره انت فيك شكل منه. والله فيك شكل منه ومن مروان، يعني ممكن تبقوا قرايب. بس طبعا ده مش حقيقي، ولكن انت بتحب مصطفى. ومين تاني؟ بحب علي فرج. علي فرج. بحب لعبه. بتحب لعبه. يعني بتشوف حركات وتتعلم منه. برافو عليك. بحب برضه رامي عاشور برضه كحرفنه. رامي عاشور. استاذ ده، يعني رامي عاشور عمل مدرسه جديده في السكواش بصراحه. برافو عليك يا فاروق. اجي لك يا سيف، يمكن بطوله انجلترا مش سهله. مش سهله خالص. صعبه يعني بجد، الله يكون في عونكم. رحتها ازاي؟ كلمنا على البطولات اللي قبل كده. هم نفس الخمس بطولات بتلعبهم في الاول. اول بطوله كانت بطوله طنطا، اخذت فيها اول الحمد لله. وبعد كده تاني بطوله كانت منطقه الجيزه، يمكن دي اللي خلتني اتاخر شويه، خرجت فيها من دور الثمانيه. دي اللي خلتني اتاخر شويه. وبعد كده جت البطوله الثالثه، كانت منطقه الدلتا اللي هي كانت في طنطا برضو، واخدت فيها اول برضو الحمد لله. وبعد كده كانت منطقه اسكندريه اخذت فيها ثالث، وبعد كده كانت هليوبلس اخذت فيها اول. ما شاء الله. طب لعبت بطوله الاهلي؟ ما بطوله الاهلي دي كانت متاخره. لعبتها. بس دي كانت بره. دي كانت بره الحسابات. انما دول اللي اتحسبت فيه. ومع ذلك بالرغم ان انت لم توفق في بطوله طلعت من دور الثمانيه. كنت برضه في التوب 5 اللي هم بيسافروا بريتش اوبن، انا كنت رقم 3 لما طلعت من مصر. انا كنت رقم 3 يعني. حتى وانت بكل ده ما شاء الله، انت ال 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 التقل كله على المناطق. انا مشكلتي كانت دايما في المناطق، كان دايما المنطقتين هم اللي خرجت منهم بدري. واحده خرجت في دور الثمانيه والثانيه خدت فيها ثالث. طب ليه يا سيف؟ هل مثلا كان في توتر عشان انت عارف؟ هي بطوله المناطق خصوصا منطقه الجيزه. ثاني واحده هي قبلها كان بطوله طنطا، كانت اول مره اخد اول في حياتي.
في حياتي كلها حياتك. من ساعه ما بدات سكواش كانت تقريبا اول مره اخد بطوله في بطوله رسميه يعني. خلي بالك انت واخدها في منطقه كانت يعني اول مره صعبة. بجد اخد اول في حياتي كلها. فبعديها بقى كان برده منطقه ومنطقه بنقط كتير فكان في ضغط بقى اللي هو انا مضغوط بقى لا انا عايز اعمل حاجه كويسه لا انا عايز انط فالماتش بالذات بتاع دور الثمانيه ماتش دور الثمانيه برده ما كانش سهل فالماتش كان صعب برده بصراحه 3-2 فلا ماتش كان ضغط رهيب يعني. بس توتر قوي يعني هو عدم توفيق يعني لا انت توصل 3-2 يبقى انت مش متوتر عارف يعني. انت اقول لك توتر لو 3-0 يعني تبقى لعيب كبير. طب قول لي 13 عملت ايه يعني انت برده تحت 13 احنا يعني تحت 13 كانت فتره كورونا وما تلعبش غير بطوله واحده اللي هي كانت بطوله الجمهوريه دي بس يس واخدت فيها تاني الحمد لله برده اختبار جامد غير لا هي بطوله الجمهوريه بس كان تمرين بس يعني كنا بنتمرن طول السنه بس. طب قول لي انت من ابن النادي برده من زمان قوي يعني من زمان قوي بدات. طب نفس السؤال اللي فاروق بدات سكواش ازاي؟ انا كان اخويا الكبير كان بيلعب سكواش بس مش كان هو بدا متاخر يعني هو كان بادئ هو اللي كان بادئ كبير هو اكبر مني تقريبا في سنتين فهو تقريبا كان بدا وهو عنده 9 سنين كان هو بدا كبير فانا بقى بدات 7 كنت انا يعني اللي هو سن كويس فانا لما بدات بقى انا بدات في اللعبه شويه بس هو كان كبير فهو ساب اللعبه بدري يعني خرج بدري انا الحمد لله ربنا كرمني وكملت في اللعبه وحسيت ان انا حابب اللعبه وحاسس ان انا عايز العب. انا حاسس حتى بكلامك ما شاء الله انت حابب اللعبه. ايوه انا حاسس ان انا عايز العب سكواش عايز تلعب سكواش وبتحب يعني. طب وانت رايح التمرين حاسس ايوه لا لا انا ببقى مبسوط وانا رايح اتمرن يعني انا بالنسبه لي عندي استعداد ان انا ما اذاكرش بس اروح اتمرن عادي. انت عارف انت عندك ميزه يا سيف ما شاء الله عندك شغف. عارف يعني ايه شغف حبيبي؟ لا يعني عندك هي كلمه صعبه شويه مش عارف اجيبها لك ازاي بس عندك قبول عايز تلعب عندك مش جعان باللعب جعان سكواش حابب السكواش. طيب نتكلم عن انجلترا. سافرت ركبت الطياره يا باشا اول بطوله ليك بره مصر؟ لا لعبت انجلترا وانا تحت 11. برافو عليك سافرت وانا تحت 11 بس كنت تحت 11 انا تحت 13 لا في كان بيتعملت تحت 11 وانا كنت ساعتها مسافر رقم 5. طب عملت ايه؟ خرجت في دور الثمانيه وخدت لعبت بليت وخدت خامس دي كان بالنسبه لي ساعتها انجاز يعني انجاز طبعا. فكنت اصل انا كنت ساعتها تحت 11 يعني ما كنتش احسن حاجه برضه. دي كانت 2019 18 صح. طيب اول بطوله دي كانت انجلترا. طب لما تاني مره والحمد لله عملت الانجاز ده ورايح بقى بطوله بريطانيا المفتوحه ومن المره دي متاهل ثالث بقى مش خامس يعني بتاعك زاد على جيلك بالظبط وانت راكب الطياره قلت انا هجيب ميداليه ولا هعمل ايه؟ لا انا كنت حاطط امل لنفسي ان انا ان شاء الله انا رايح اخد البطوله. برافو عليك. انا كنت رايح انا حتى من قبلها انا كنت بتمرن وعامل حسابي ان انا ان شاء الله رايح اخد البطوله. هو ربنا ما وفقش وما كرمش لحد ان انا الحمد لله وصلت فاينل بس الحمد لله رضا من عند ربنا رضا الحمد لله الكلام لا ليه رضا. انت عايز اقول لك كونك توصل فاينل وكان الطرف الثاني معاك كان مروان يعني انتوا الاثنين مروان ما شاء الله برضه يعني انتوا الاثنين خلص الماتش كام انت هو مروان كان 3-0 يعني هو مروان كسب 3-0. طيب مشوارك وانت رايح للفاينل في بطوله انجلترا بقى يا ده كان مشوار ايه يعني يا باشا. انا اصلا رانكي على بطوله انجلترا كان من 9 ل 16 يعني كاني زي ما بلعب في مصر هنا مثلا رقم 13. الدرو بيبقى وحش الدرو كان يعني حاجه مش احسن حاجه خالص يعني فانا بدات العب ماتشات صعبه من بدري قوي يعني تقريبا من ال 32 انا كنت بلعب ماتشات شبه تقيله. طيب مروان كان ترتيبه على البطوله كام؟ رقم 2. فالدروب بتاعه كان اسهل كان منه. احسن شويه يعني بس كويس انتوا ما قابلتوش بعض. انا من اول دور الثمانيه لعبت اللي هو خد اول امريكا عندهم تحت 15 وطلعته؟ طلعته الحمد لله كسبت 3-0 بس هو بصراحه جيت طلعه وصل فاينل بس هو بصراحه 3-0 بس هو بصراحه كان كويس قوي وجي بعديها بقى امريكاني؟ امريكاني بعديها بقى كان اللي هو الماليزي ده بقى الماتش الشهير بقى اللي هو بتاع البطوله كلها بقى يا سيدي اللي هو كان رقم 1 بقى على البطوله ده اللي هو كان قبل مروان في السيدنج كمان ده يعتبر نهائي كمان فده هو اللي انا توقعته انه يبقى هو مروان ده بقى كان ماتش حاجه تقريبا 75 دقيقه 3-1 1917 و11-9 وكان ماتش يعني الدنيا كانت ماشيه بالحب يعني كده والله لا حب ايه حب ايه اللي بتقلبه ما شاء الله عليه. طب خليني اوريكم يا ساده المشاهدين يعني ال 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 الكؤوس بتاعت السكواش حاجه شياكه وقلاجه كده حاجه. بصوا يا جماعه دي بطوله يو اس او يو اس اي لا دي البريتش دي بتاعت سيف. فلو بصوا الشياكه على فكره دي بتاعت المركز الثاني المركز الاول زيها بس اكبر سنه. بصوا الشياكه بصوا الجمال يعني حاجه مكتوب كده بريتش جونيور اوبن سكواش بريتش جونيور اوبن 2023 بويز اندر 15 رانر اب حاجه شكلها شيك قوي والعلبه حاجه يعني تحس كده ان انت يعني راجع بحاجه حاجه يعني ما شاء الله لا حلوه يعني تستاهل المجهود. وخلينا اوريكم الكاس برضو بتاعت بطوله امريكا بس خلينا بس ايه دي مش فقط السحر ولا حاجه دي الميداليه لميداليه اليو اس اوبن. بصوا يا جماعه الشياكه حاجه يعني عامله زي بتاعت مستر اولمبيا بتاع بيج رامي تيله مكتوب بويز اندر 13 13 تشامبيون ديسمبر 17 تو 20 2022 فيلادلفيا بي اتش بي اي
حاجه جامده جدا. وبصوا الكاس، انا عايز اقول لكم ان الكاس تقيل ما شاء الله بتاع فاروق، يعني الكاس وعليه هنا اللوجو بتاع، انا عايز بس اظبطه، اللوجو بتاع الاتحاد الامريكي لكره السكواش، والكاس نفسه مدي على انجليزي شويه كده، تحس ان الكاس مدي على الكاس الانجليزي، مش يعني صح يعني انا ما اعرفش انتوا يعني، انا لما شفته قلت ده بتاع انجلترا، بس ما طلعش بتاع انجلترا، بس فاروق بيقول لي في امريكا بيدوا كاسات حلوه. انا هروح وماليش دعوه، انا عايز كاس زياده، فيعني كاسات نضيفه يعني حاجه يعني. بجد جميله جدا. طب فاروق اجي لك، مين بيمرنك في النادي الاهلي؟ كابتن محمود عبد القادر، ووائل عبد المجيد، كابتن كريم طارق. ما شاء الله محمود عبد القادر ما شاء الله. انت كمان كابتن محمود؟ بس كابتن محمود عبد مين بيمرنك؟ انا كله. انا بتمرن مع كابتن محمد فريد، كابتن محمد سمير، كابتن وائل عبد المجيد، وكابتن احمد عبد الفتاح. احلى احلى احلى، كلهم نجوم ما شاء الله. طيب مين بيمرنك فيتنس يا فاروق؟ كابتن فرج الله. فرج الله. طيب يعني احكي لي عن تمرينك. انت بتقوم، انت في مدرسه طبعا، تصحى بترجع تعمل ايه يعني؟ احكي لي يوم كده، يوم في سكواش، ما فيش بطوله ولا حاجه، في سكواش. سكواش تمرين يعني. تمرين الصبح انا كده كده بصحى، بفطر كده، بروح مدرسه، وبعد المدرسه من الساعه 3 لغايه الساعه 10 كده بخلص تمرين وارجع البيت. يعني من 3 ل 10 قاعد في الملاعب؟ من 3 ل 10 ما شاء الله. عادي والله. طب انت مدرستك في انهي منطقه؟ المعادي. المعادي. وبيتك؟ المعادي برضه. ومين اللي بيوديك من البيت للنادي؟ مامتي. مامتك بتيجي معاك؟ مامتي. وتقعد معاك مامتك من 3 ل 10؟ امم، خبر ابيض. طبعا حلو على قلبها يعني، هي عايزاك بطل. يعني هي مش زعلانه؟ لا. طيب بتقعد 7 ساعات بسم الله ما شاء الله، تتمرن فيتنس الاول؟ بتمرن فيتنس. تقعد لك ساعه كده تقريبا؟ ساعه. وبعد كده تاخد راحه ولا وتاكل اكل ولا حاجه ولا؟ لا يعني من فيتنس لعبال بقى الطريق بقى الفيتنس بتاعه حوالي نص ساعه. فانا بريح. بتمرن فيتنس بره النادي؟ بتمرن فين بقى؟ في المعادي برضه. في المعادي. يعني مامتك بتاخدك من بعد المدرسه توديك الفيتنس وتتمرن فيتنس ما شاء الله، وهتطلع مع كده على اهل الجزيره. صح. تقعد بقى 4 5 ساعات الى ما شاء الله لغايه ما تضلم النور. طب يعني مش حاجه بتضايقك ولا انت مبسوط بيها؟ لا انا مبسوط. ليه؟ انا يعني مثلا لو خدت اجازه واحده بس، يعني حاجات اجازه اسبوع من سكواش، حتى انا بكتئب كده يعني. حتى والله يعني بحب السكواش الدرجه. طب ليه بتحب السكواش؟ ليه؟ مش عارف، انا بحب يعني بحب العب سكواش كده، حاسس ان المضرب وحشني كده، والكوره وحشني، والملعب وحشني كمان. ما شاء الله. وخلي بالك هو ده سر النجاح، ان انت تحب اللعبه وتحب تلعبها. طيب خدت يوم راحه، بتقعد تذاكر ولا بتعمل ايه؟ لا يعني بقعد بذاكر يعني لو انا فاضي كده بقعد اذاكر يعني، عشان برضو عندي امتحانات، برضو كان عندي امتحانات اصلا في وقت البطوله. عملت ايه؟ يعني كان في بطوله صيد دي، اول بطوله تحت 15 ليا اصلا. انت لعبت، انت بتلعب 13 لعبت 15 كمان؟ لعبت بطوله 15. انا خلاص انا طلعت تحت 13. طلعت خلاص. انت مواليد شهر يناير؟ لا ديسمبر. ديسمبر بعد اليو اس على طول. بعد اليو اس لعبت 15. طب انت كنت قبليها لعبت حاجه 15 عشان يبقى لك رانك؟ لعبت. فانت داخل على 15 رانك كام؟ داخل على 15 رانك 17. يعني ما شاء الله، يعني لسه طالع ورانكو 17. طب ده حلو جدا. يعني ماتشين ثلاثه بطولتين ثلاثه وتخش في احسن 8 وانت لسه في السن الصغير. طيب خلصنا مثلا تمرين ورحنا البيت، ذاكرنا، عملنا، ما بتفكرش تخرج مع اصحابك؟ بتشوف اصحابك بيخرجوا، ما تبقاش زعلان يا فاروق؟ لا عادي، انا اصلا بعد اي امتحان او اي بطوله بلاقي يوم واحد راحه باخد معايا اصحابي يعني. عادي. بس ما تبقاش زعلان لو خروجه فاتتك. لا عادي عادي. وانت نفس الكلام يا سيف؟ ما انا ما بحبش الخروج اساسا. تحب السكواش بس؟ انا ما بحبش اخرج، انا واحد من الناس ما بحبش اخرج. يعني انا بس يعني انا حتى خروجاتي بالنسبه لي النادي، يعني انا حتى لو متضايق بنزل النادي، حتى لو مش هتمرن. بس انا هنزل اقعد في النادي بس. دي متعه بالنسبه لي. مدرستك فين؟ في الزمالك جنب النادي. وساكن فين؟ في شبرا جنب النادي برضه. ده انت كله قريب. طب مين اللي بيوديك بقى من البيت؟ لوحدي. تروح لوحدك؟ يا باشا برافو عليك. اوبر بقى وبنقضي الدنيا على طول. برافو عليك، برافو، كويس. يعني على فكره يعني والدته بتوصله، ده كويس. انت بتتصرف وبتروح، ده كويس. طيب مين ماسك الاعلى؟ هما اتنين، علي فرج ومصطفى عسل. زي علي فرج. زيك. علي فرج. طب ده بيميزه ايه وده بيميزه ايه؟ انا بحب شخصيه مصطفى عسل ومنتال مصطفى عسل فوق، يعني ما شاء الله عليه بجد. ايه شخصيته؟ ايه اللي عاجبك في شخصيته؟ هو قوي قوي يعني. يعني ما شاء الله عليه، ممكن يبقى خسران فوق يعني. ما شاء الله كان بيلعب مع دييجو في بطوله هونج كونج، تول اوف داون و10 ناين تشامبيون شيب بول داون، ما شاء الله وكسب دييجو الياس. دي بجد بجد يعني حاجه يعني شبه مستحيل ان هي تحصل في السكواش. فهو ما شاء الله عنده منتال فوق الخرافي
طيب ده مصطفى. طب علي فرج؟ انا علي فرج بقى متعه بالنسبه لي ان انا اتفرج على علي فرج. انا بتفرج على علي فرج وانا مستمتع. الكوره علي فرج اللي بيلعبها فولي واللي بيحطها دروب شوت عكسي بريست ايده، انا بالنسبه لي علي فرج متعه ان انا اتفرج على علي فرج. لما بتتفرج عليهم بتنزل تطبق اللي بيعملوه؟ هو الموضوع بيبقى صعب شويه بس بتحاول. يعني بتحاول تستفاد حتى ولو اي كوره تعملها يعني. وهيجي عليك الوقت يعني، ممكن فيزيكال انت لسه ضعيف شويه مثلا زيهم، بس هيجي عليك الوقت تعملها يا رب. طيب اكتر لعبه في السكواش، انا هسال كل واحد فيكم اكتر لعبه انت بتحس انت بتحبها بتميز فيها لما بتجيلك نقطه. ستريت. انا بحب العب ستريت. ستريت. نقعد ان شاء الله نقعد في الرالي ده ساعه. بص حد السنه الجايه، حد السنه الجايه ستريت. ما وراناش حاجه. اجي ستريت اللي هي الكره الموازيه للحته ترجع ورا. مصحف ما ورانا حاجه. نقعد للصبح عادي لغايه ما يديلك كره مش مظبوطه. ممكن نحط واحده دروب شوت كده من كل فين وفين كده، واحده صيدول كده كل فين وفين. طول بال طول. بس انت كده محتاج تمشي كتير. ما الحمد لله بقى. ستريت ده عايز تمشيه كتير. ماشي. طب وبتحط تارجت كده وتمشي عشان يجي فيه الكلام ده كله؟ بتعمل كده يا فاروق؟ لا ده بحط البوكس بتاع الكوره. بتاع الكوره. وبتجيبها فين؟ وبتلعبوا واحد على الباب والكلام ده. عارف برضه الغطا بتاعت الازازه. بتحطها. انت عمال ده انت عمال ما انت بتصغر بقى، بتحجم كل شويه. كل لما تلاقي دي اسهل تصغر. طب انت في الاستريت بتحط تارجت. طب الدروب شوت بتعمله ازاي؟ يعني انا اصلا يعني كل كورتي اصلا يعني مثلا لو لعبت 2 ستريت مش بقدر، لازم احطها دروب. انت بتحب الدروب قوي. بحب الدروبات. بحب العب قدام بس. قاتل انت. انت بص. فاروق. انت بتحب تلعب قدام. وانا بحب العب ورا. بس مع كل واحد ومدرسه بقى. طب انت بس الدروب ده قاتل. ما انت كده بص. لا بس انت سلاحه حدين، لو اتسرعت وحطيته وانت مش جاهز ممكن. لا مش هحطها انا جاهز. لا بس اي كره سهله لازم احطها يعني، حتى لو قدام لازم احطها. طب بتحطها له ناحيته ولا الناحيه اللي بتحطها فين ولا حسب اي حته؟ انا اهم حاجه تيجي صح. ايديه بتاكله. ايديه بتاكله على الدروب. على الدروب يعني بس خلي بالك انا بقول لك ده سلاحه حدين. يعني انت ممكن تحط دروب ويجي في الصفيحه تستعجل فيه، ممكن يجي عالي يروح عامل دولك ورا. صح؟ صح. يعني ممكن تبقى انت برضو لا الدروب ده واحد متمكن. فانت ما شاء الله واضح ان انت متمكن. طب انت اكتر انت بتقول بتحب الستريت صح؟ ايه تاني مع الستريت؟ سايد وول بس مثلا بالنسبه لي. الناحيه الثانيه خصوصا من ورا. من ورا السايد وول بالذات. كروس الناحيه الثانيه. السايد وول بالذات من ورا لو راح فوق الخط بتبقى خصوصا ان كمان مع الستريتات السايد وول ما بيبقاش متوقع. يعني ستريت لو واحد سايد وول ما بتبقاش متوقع قوي. فدي برضو بتبقى كوره ويننج، بتبقى يعني كوره كويسه خصوصا عايز لعيب تاني قصادك عنده فيتنس عالي عشان. طب انت بتحب الدروب شوت. طب هو لو لحق الدروب شوت واداهولك دروب شوت تديها لورا؟ ادها لورا او هوش عامل سايدول من قدام فجاه يعني. اي كوره لو مثلا وانت اسمه ايه بتهوشه لو عملت سايدول بيروح في حته ثانيه اصلا خالص. مش بيروح في نفس المكان اصلا. عجبني ان انتوا يعني حابين السكواش. طب قبل ما افصل لا انا بسال كل لاعب طموحاتك ايه؟ فانا هبتدي هديك فرصه يا فاروق تفكر. انا هبتدي بسيف لان واضح ما شاء الله اجابته شكل. طموحاتك ايه؟ طموحاتي في السكواش. انا عايز ليا طموحين ان شاء الله. اول حاجه ان انا نفسي ان شاء الله ان انا اخد بريتش اوبن في اي سن، بس المهم ان انا ان شاء الله اخدها. ثاني حاجه ان شاء الله بطل عالم بقى، يعني دي طموح اي حد يعني ان شاء الله في السكواش ابقى بطل عالم. هتبقى ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله هتبقى فوق. طب على مستوى الاكاديمي نفسك تبقى ايه؟ نفسك تدرس ايه مستوى التعليم؟ انا كواحد ما بحبش المال فمش هدرس هندسه. ماشي خلاص سيبنا من الهندسه في حاجات تانية كلها. يعني انا الساينس بالنسبه لي احسن كتير والساينس بالنسبه لي اسهل كتير، فان شاء الله سكه الطب ممكن تبقى احسن بالنسبه لي كتير من الهندسه يعني. ان شاء الله تبقى كده وتحقق كل اللي انت عايزه يا رب. ربنا يخليك. طب فاروق انت نفسك على مستوى السكواش نفسك في ايه؟ انا نفسي اكسب بطوله العالم بتاع سكواش كبار. بطوله العالم عندك بطوله كبار؟ كبار. انت حتى نطيت على طول. مش طب ده حلو. وانا نفسي برضه اطلع بريتش وانا رانك اول. انت اول على مصر عايز تطلع البريتش. طب انت البريتش انت 13 رحت امريكا. طب ما رحتش البريتش ليه؟ عشان انا اسمه ميلادي 28/12 فقبل البريتش. يا حظك رحت 15 رجك ال 17. على فكره هتقابلك كل مرحله سنيه. ايوه. طب هتعمل ايه؟ انا مثلا كل سنه امريكا وسنه بريتش، سنه امريكا وسنه بريتش. برافو عليك. صح. سنه امريكا مش هتنفع تطلع اتنين في سنه واحده. لا يا عيني عليك يا فاروق انت كده لفتت نظري. طب بس اقول لك على حل تاني. العب قبل بطوله بريطانيا السن الاكبر زي مصطفى ويبقى في رانك اول خمسه، دي صعبه بس مع سنك عند 15 17 ده تعملها. انا لازم العب دلوقتي 17. انت لو عايز تدخل بريتش مرتين العب دلوقتي 17. ايوه انا بقول لك كده. ولازم تلعب دلوقتي 17. لا صعب. صعب دلوقتي مشيها يا باشا واحده كده ومفيش مشكله. نورتينا وشرفتينا يا فاروق. انا سعيد بيك جدا والف مليون مبروك وحاجه تشرف يعني. شكرا. مبروك يا حبيبي وان شاء الله تبقى احسن واحسن. سيف انا بشكرك. نورتني يا حبيبي. سيف دي نفاعي
وان شاء الله في يوم من الايام هنتقابل وانت محقق طموحك ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا حبيبي، الف يوم مبروك. اعزائي المشاهدين، ده كان حلقتنا النهارده مع مستقبل السكواش. اتمنى يا رب تكونوا سمعتوا وشفتوا حتى الابطال وهم صغيرين في السكواش بيفكروا ازاي، عشان تبقوا عارفين ليه مصر في السكواش كده. بشكركم شكرا جزيلا في حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.